اخوان كدير بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناه زاك السيكليس، مرحبا بكم. سمحوا لينا تنغبروا عليكم بزاف. المهم في هذا الفيديو اللي غادي نبقاو نحطو دابا ان شاء الله غادي نطرقوا غير النصائح الدراري بزاف، فهمت؟ نصائح تاع بزاف د الحوايج نطرقوا عليهم كل مره، نعطيو نصيحه زوينه اللي يستافدوا منها الناس اللي كاسبين المواطن، فهمت؟ كاين بزاف نصائح، نبقاو نهضروا كل فيديو نهضروا على نصيحه اللي يتبعها الدراج اللي تيركب فوق الموطور، غادي تبقى عنده الدراجه عنده مزيانه، وفهمتوا تبع غير النصيحه اللي غادي نقولوا ليه غادي يخدم مزيان. المهم النصيحه تاع اليوم غنوريكم كيفاش تحافظوا على البنوات ما يتكالوش لكم دغيا، شنو هو الحوايج اللي دير ما يتكالوش لك البنوات دغيا، البنو تاع القدام ولا البنو ديال اللور، شنو هو الحوايج اللي تتبع وان شاء الله ما غاديش يتكالوا لك البنوات دغيا. فهمنا على الصداع اللي كاين. النصيحه الاولى تاع البنوات البنو باش ما يتكالش لك دغيا، ما يتشبحاش ليه الزواقه بحال هكا ولاش سكتوا الموتور. النصيحه الاولى باش ما يتكالش لك الزواقه دغيا، بحال الزواقه ما تشبحاش لك دغيا بالزربه، فهمتي؟ حيت كاين اللي تيشري بنو تيضرب ليه واحد 6 اشهر ولا 5 ولا 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 7 اشهر تيمشي ليه البنو. اشنو دير باش ما يتبحش لك البنو دغيا؟ اشنو هما الحوايج اللي تحافظ عليهم ويبقى عندك بنو مزيان يضرب لك واحد العامين؟ حيت شحال من واحد تيهضر معاه تيقول لك البنو انا ضرب لي عامين ولا ضرب لي 3 سنين. المهم نبدا معاكم بالبنو ان شاء الله. شنو الزواقه كي دايره؟ اول حاجه فاش بغيت تركب بنو اول حاجه تطرد لها البال هي اول حاجه تطرد لها البال فاش تبغي تركب بنو هي الزواقه. الزواقه اي بنو تلقاه تلقى فيه واحد السهم واحد الروطاسيو تيدور ديك الجهه عند البنو فاش يبي يدور. الا ركبتيه مقلوب الا ركبتي البنو مقلوب غنوريكم الروطاسيو هنا فين كاينه بلا تسمحوا لي. هانتو اي بنو تلقى فيه هاد السهم هذا بحال ما هذا ها هو شتو تلقى الروطاسيو، يعني خاص البنو ديما يدور لهاد الجهه القدام بحال هكا، ما يكونش هاد ما تكونش هاد الروطاسيون تتشوف اللور. الا كان شاد البنو تيشوف اللور وانت تمشي لقدام عاول على البنو يضرب لك واحد 3 شهور ولا داكشي يولي فيه المشكل، فهمت؟ يولي يتمحى يولي فيه البياس بزاف، فهمت؟ ما يطولش لك واحد المده طويله. هذه اول حاجه هي هاد الروطاسيون تطردو مع البال ياك. ثاني حاجه الضغط تاع العجلات، الضغط تاع البرد بحال البنو تاع اللور في العبار ديالو تدير فيه 2.7 2.7 ضو في البنو ديال اللور، والبنو تاع القدام تدير فيه 2.2. انا هادشي اللي تندير في البنوات عندي، اللور تندير فيه 2.7 والقدام تندير فيه 2.2 تيمشي مزيان البنو ياك. ثاني حاجه باش تحافظ على البنو ما يتكالش دغيا تتنسى شي حاجه سميتها الفران سيك، ما تفرانيش حتى توصل لبلاصه عاد تفراني تجرب الروايض وداكشي، فهمت؟ الا بغيتي توقف على واحد 100 متر تطراد الاكسيلاتور وتخلي الموتور راجع بشويه تتوقف لدرجه انه الفران ما البنو ما تيتجرر ما حتى شي حاجه تتفراني عادي ما تيتجرر لا بنو لا والو، فهمتوا؟ الا تبعت هاد الحوايج راه يخدم عندك بنو مزيان. ثالث حاجه في الرويضه تاع اللور ديما تكليبريها تكون موازي فهمت كليبراج كيفاش هاد الشرطه اللي تيبانوا لكم هنا تتخدم عليهم من جهه اخرى. بحال هنايا عندك جوج شرطات في جهه اخرى تدير جوج شرطات تيبقى البنو تاع قدام غادي نيشان مع البنو تاع اللور، يعني ما تيمشيش عوج فهمت، تيبقى البنو مقيد تيبقى البنو مقيد ما تيعواش دغيا، فهمت؟ بالنسبه لهنايا وتاع القدام حتى هو نفس الخدمه، تخدم على الروطاسيون على الاتجاه تاع البنو. ها هي باش نوري لكم كاين شو ضروري غادي نلقاو هنايا. المهم البنوات اللي ما تلقاش فيهم الروطاسيون راه تلقى فيه الزواقه، فهمت؟ هي بحال الزواقه اللي هنا هي بحال السهم شتي بالك باين، الا قلبتي تتبان لك الزواقه تتشوف اللور يعني راه البنو مقلوب. هاي الزواقه ديالها هي الروطاسيون، اي بنو قريبا تلقى فيه هاد الروطاسيون هاد السهم تيوريك فين غادي يدور البنو. والعبار هنا راه دير فيه 2.50 انت تدير فيها 2.2 باش ما بقاش يدردف لك في البيست، فهمتي؟ او هادشي اللي كاين. الفران ديال القدام راه ما تتفرانيش بيه بزاف، حتى هو على حسب شحال من واحد
تيطيحو تيطيحو فشي دوره ولا شي حاجه اللي تيخلي الفران ناقص شويه فهمت. الجد عاد نقص به البنو يعاونها الفران تاع اللور وما تقوفلوهمش بزاف. واحد نصيحه اخرى بنو ديما ديما تعبرو ما تقوفلوش بزاف لا الا فوتي قياس تنوضو في دوك بحال النبيلات من هنايا تتنفخو بحال النبيلات صافي البنو يرمي. الا ولات في ديك النبيله ما تبقى نافع حتى شي حاجه تيولي يلعب بيك وداكشي ما بقى خدام والو. البنوات ما تقوفلوهمش بزاف وما تفرانيوش فرانه تصيق بزاف ما تجي تخلي تال بلاصه بلاصه عاد تفراني انت وتوقف والروتاسيون تكون هي هذيك خدامه مزيان تدور في نفس الاتجاه فين غادي الموطور ماشي تدور عكس باش ما يتكاش ديك البنوات تكاليبري البنوات تاعو فهمت العبارات ديالهم صافي. هادشي اللي كاين وما تمشيش بالبنو انت دو بلاص ولا تروا بلاص وتمشي بالبنو ناقص بحال تقول لا راه عادي عادي جوج كيلومتر ثلاثة كيلومتر عادية ديما فاش بغيت نشد شي طوالة ولا بغيت نهز معايا شي جوج بلايص تنعبر البنوات دخل الستاسيون نعبر البنوات تاع اللور ندير في 2.7 تاع قدام ندير في 2.2 وحنا خدامين وعمر البنوات عندنا يبقى خدامين مزيان فهمت. ضرب بهم واحد المدة طويلة تقدر تضرب بهم البنو تاع القدام كاين اللي تيضرب به حتى 7 سنين البنو ديال القدام. البنو تاع اللور ما تيطولش بزاف البنو تاع اللور البنو تاع القدام راه دوز معاه ديال اللور دوز معاه واحد 4 البنوات ولا 5 عاد تبدل هذاك تاع القدام فهمتوا. وان شاء الله تستافدوا من هاد المعلومات اللي تنعطيوكم. هذه نصيحه تاع اليوم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا نحط لكم عاوتاني نصيحه اخرى في الموطور تتعلق بالموطور ولا تتعلق بالكاريناج ولا تتعلق بشي حاجه في الموطور وتبقاو تستافدوا. وما تنساوش تابونا في القناه وتخليو تعاليق زوينه تحفزونا بهم باش ما نغبروش عليكم. يلا تحيه كبيره لكم بقاو شويه طريق خليكم معنا في الطريق. بالنسبه للبنوات اللي عنده البيس بحال هكا يشري بنوات يشري بنوات فيهم كروم بنوات شويه اراضي فهمت. ما تخدموش بهاد البنوات الملسي اللي عنده البيس. اما اللي عنده اي شرط يخدم بنوات طيبه دوك ما تكونوش عاليين فهمت. انا لو تيخرجوا مع السي 50 ولا العصرية هاد الكرام يعني اللي عنده البيس يخدم تاع كرومبو هاد اللي عرفت شويه راه كاين ماركات مزيانين كاين في الفيوطا كاين في ستيلستين كاين في الكامين كامين ديال طاليان كاين في البنوات مزيانين. يلا خوت بارك الله عليكم ما تنساوش